مجموعة من الأكاديميات من أعرق الجامعات العالمية والسعودية والعربية وبمشاركة ممثلات عن مدينة الملك عبد العزيز العلوم والتقنية ومدينة الملك فهد الطبية والوفد الدائم للمملكة عقدت حلقة نقاش مع عدد من الشبان والشابات في مقر بعثة المملكة الدائم بنيويورك حول سبل تمكين المرأة والشباب في العلوم والتكنولوجيا والاستدامة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعتبر من أهم أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة، إذ يعتبر التعليم نواة رئيسية للنهوض بالأجيال القادمة. اللقاء اليوم كان بدعوة من الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة للمشاركة على هامش لقاءات المنتدى السياسي على المستوى في الأمم المتحدة. اليوم كان في معنا مجموعة من المتحدثات، إنه كان الهدف على التركيز في احتواء المرأة والشباب في مجالات العلوم والتقنية والتركيز على منطقة الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية. وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، فإن ما بين 34 إلى 57% من الخريجين في البلدان العربية هم من النساء، وهو رقم أعلى بكثير من ذلك الذي شهد في جامعات الولايات المتحدة وأوروبا، إحصائيات تشير إلى تفوق النساء العربيات في العديد من المجالات. الهدف كان بتوعية الجهود المبذولة من كافة دول المنطقة ومن المملكة خصوصا. يعني أحد الإحصائيات اللي ناقشناها اليوم إنه عدد الخريجات خريجات الجامعة في مجالات العلوم والتقنية تتجاوز عدد الخريجين في منطقة الشرق الأوسط، وهذا عكس الدول الأوروبية وغيرها من المجهودات في تطوير الشباب وفي حركات مبادرات القراءة المجتمعية وغيرها وإشراك فئات المعاقين. تشكل النساء أكثر من نصف خريجي العلوم في عدد من الدول العربية، نسبة وصلت إلى 72% في المملكة العربية السعودية وحدها، فيما كانت حصة الخريجات في مجال العلوم هي أعلى في الشرق الأوسط مما هو عليه في أوروبا الغربية. كان المنتدى ملهماً ومحفزاً للغاية. لدي الكثير من المعرفة الجديدة الآن حول المرأة السعودية وانخراطها في المجالات التعليمية العليا وتلك النسب الكبيرة التي أوردتها الإحصاءات، هذا رائع حقاً. ألقت الندوة الضوء على البرامج والمبادرات التي تعمل على معالجة مشاكل الشباب والعمل على مواصلة الابتكار والعلوم والتقدم والتنوع والمساواة بين الجنسين وتوفير فرص متساوية في التعليم والتوظيف. حسين إبراهيم للإخبارية، نيويورك.